طبختنا اليوم معكرونة بالشاورما. راكب، هتجيب قدر فيها كمية من الماء الحار وتصب فيها كيس من المعكرونة وتضيف عليها ملح وزيت وخليها لين ما تستوي بالكامل. هجيب نص كيلو من صدور الدجاج وأقطعه بهذا الشكل، وتو ذيل البهارات اللي جالس الغوصن بكتب لكم مقاديرهن تحت في الفيديو. من خلصت الغوصه هصب الدجاج مع الغوصته في التاوه واخليه لين ما يستوي معاي بالكامل وينشف الماي منه، ومن ينشف الماي هعك فوقه حبه من الفلفل الرومي الاخضر، وعقب على طول ربطه بقدونس كامله، وعقب هجيب راس بصل مقطع شرايح واضيفه فوقهن، وفي الاخير رشه سماك، واجلس اقلبه مع بعض البعض مده 5 دقائق وبند النار. وتو هنا معاي جبن وقشطه، 3 مكامش جبن وحبه قشطه واحده ومكسن، وفي الاخير هسوي طبقات معكرونه وفوقها الدجاج وفوقها مول جبن والقشطه ورشه خفيفه من الموزاريلا وعكه داخل الفرن للتحمير من فوق. وفي النهايه هذه النهايه، دائما النهايات تكون جميله، النهايات الرائعة. لغوصن يم لغوص، ويا سلام يا سلام يا سلام، شل كمتك وعكها عكها ببطنك يا صاحبي. نعم، أوه هنا سأسكت قليلا لأنه حان وقت النطعاج.